زيد بن أرقم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خما بين مكة والمدينة، وهذا غدير خم في الجحفة، والجحفة حاليا يعني قريبة جدا من رابغ بين مكة والمدينة. يقول: فقال: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر. فذكر كتاب الله وحض عليه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال أو سئل زيد راوي هذا الحديث زيد بن أرقم: من أهل بيته؟ قال: الذين حرموا الصدقة، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فقيل لزيد: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فهذا فيه أن علي رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو سيد أهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه.